اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ مبارك ايه؟ الف مليون الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، وحشتوني. وحضرتك كمان. اسبوعين ما شفناش بعض. الحمد لله على السلامه. وبشكركم جدا الحقيقه على الكلام الكتير اللي دايما كنتوا بتكلموني في التليفون ودايما معايا، يعني ده سعداء بعض حضرتك. مسلم، الله يخليك. ايضا احمد ثابت، احمد معايا على طول بقى، احمد عشان دكتور اساسا فمعايا على طول. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله كويس. تمام الحمد لله على سلامه حضرتك الاول، ورجعت تاني نورت الشاشه. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. كريم، مباراه مهمه طبعا بكره ان شاء الله، مباراه منتخبنا الوطني ومنتخب تونس. ولكن في هل كنت تتوقع للبطولة العربية الظهور بهذا الشكل وبهذا المستوى للكل الحقيقة بيتكلم عنه، سواء من ناحية تنظيمية، ملاعب، نواحي فنية؟ أعتقد أن البطولة أنها تنظم تحت رعاية الفيفا وتحت مظلة الاتحاد الدولي، هو ده اللي خلاها تنظيميا وإخراجيا والشكل اللي احنا شفناه ده يخرج بشكل مشابه لنحن بنتفرج على المونديال. يعني بصراحة بطولة العرب السنة دي فعلا يعني كل حاجة إدارية، كل حاجة تقنية، بعيدا حتى عن الفنيات، برضو في منتخبات كتيرة ما راحتش بالمنتخب الأول وبالتالي ما ظهروش بالاسم اللي يعني المفروض يظهروا بيه، زي مثلا المنتخب السعودي فضل إرفينار، فضل أنه هو يروح بالمنتخب الأولمبي والجهاز الفني مختلف، ما راحش يعني، قال لك لا أنا مش عايز يعني. برضو المنتخب المغربي راح بالمنتخب المحليين، هو المفروض يعني تقريبا الايه الصف الثالث مش الثاني حتى، منتخب محليين في المغرب. yeah. طبعا منتخب مغربي كم المحترفين في قائمه المغرب يعني تفوق ال 14 لعيب يعني. لكن فنيا اللي مدي حماس بقى للشكل ده ان جمهور. البطوله ما بين منتخبات عربيه، فكل الدربيات دربيات عربيه او دربيات منتخبات عربيه افريقيه، منتخبات عربيه اسيويه، فده مدي البطوله. طبعا الحضور الجماهيري وكل فريق طبعا جاي مع جمهوره، شفنا حتى مباراه تونس وسوريا كانت واحده من احلى المباريات اللي اتفرجت عليها، كانت يعني اعتقد دي المباراه الوحيده للمنتخب عربي اسيوي تفوق على منتخب عربي افريقي، فهو ده الشكل. لكن اكيد الاساس عندي ان بطوله من تنظيم الاتحاد الدولي، فده اداها شكل واداها رونق مختلف عن اي بطولات عربيه سابقه، سواء للمنتخبات او حتى للانديه. هو للدرجات دي الموضوع ده بيفرق؟ ان مجرد ان انت تحط اسم الفيفا في الموضوع هو بيفرق للدرجات دي يا احمد؟ بيفرق طبعا، ان انت عندك امكانيات جامده في كل حاجه، يعني امكانيات قويه جدا، سواء على مستوى احنا شايفين الحضور الجماهيري ممتاز جدا، الاستادات، التنظيم الرائع. الحاجه الاهم بقى التحكيم، شوف الفرق ما بين التحكيم هنا والتحكيم في الدوري المصري. الناس نسيت بقى، ما تقولش كده، الدوري المصري الحكام على اعلى مستوى برضه، اعلى مستوى. لا بس في اخطاء تحكيميه للامانه، احنا بنشوف نفس اللعبه يا كابتن اسلام، نفس اللعبه اللي بتحصل في الدوري المصري، سبحان الله سبحان الله ان هي بتتكرر في بطوله كاس العرب. سبحان الله، يعني نفس اللعبه في كل حاجه. يعني مثلا لعبه ايمن اشرف، الهدف بتاع ايمن اشرف في البنك الاهلي لو نط، نفس اللعبه اتكررت في مباراه قطر واتحسبت جول. اتحسبت جول عندنا؟ لا ما اتحسبتش جول. يعني هي اللعبه اهي، ده نفس اللعبه، يعني في مباراه ايمن اشرف في البنك الاهلي واللعبه في مباراه قطر اتحسب نفس اللعبه. ايه الفرق ما بين التحكيم ده في وجود الفار والتحكيم المصري؟ ده السؤال اللي لازم نطرحه. ايه الفرق؟ هل الامكانيات طبعا وكل حاجه، ولكن ما انت برضو بتشوف الصوره، يعني ناف بتروح للفار وبتشوف الصوره وبتشوف نفس الشكل، ايه الفرق؟ هات برضو اللعبه الثانيه، في اكتر من لعبه، يعني احنا جايبين كذا لعبه. دي بص حضرتك، ده ماتش الزمالك وسيراميكا، طبعا ضربه الجزاء الشهيره اللي الناس نسيتها بقى عشان بطوله كاس العرب، نفس اللعبه برضو في مباراه قطر، كانت شده، ده شده خفيفه خالص والحكم راح وحسبها. هنا بقى الشده كان في شده وفي دفعه من حمزه المسلوسي وما اتحسبتش. طب ده المشكله ان كمان ما بيروحش للفار، يعني انا مش عارف بصراحه. لا ومش سامعين كمان اي اعتراضات ولا اي حاجه بتحصل في، يعني الناس كلها بالعكس مبسوطه بمستوى التحكيم. يعني انا ما سمعتش، لو انتوا سمعتوا قولوا لي برضو مستوى التحكيم، قول لي قول لي. دي كمان لعبه، نفس اللعبه، كره هنا عدت الخط، يمكن بتاعتنا معديه الخط اكتر في مباراه الاهلي. لا لا هنا في صفاره، هنا في تكنولوجيا. مباراه بايرن ميونخ في اللي هي الاخيره، بايرن ميونخ وبرشلونه نفس اللعبه، مباراه الاهلي وطلع الجيش وبرضو اتحسب. ايه الفرق؟ السؤال يعني كابتن، هل في الفتره دي حصل معسكرات للحكام وحصل تطوير ومراجعه للاخطاء دي، ولا بيحصل ايه في الفتره الحقيقه؟ والله انا مطمن، لان الكابتن عصام بقاله بتاع 4 5 6 7 ايام او اسبوع 10 ايام ما بيقولش تصريحات، فانا ده كويس، لان هو الحقيقه الفتره ما قبل الفتره اللي فاتت كان كل يوم صبح وظهر وبالليل تصريحات، فيمكن دلوقتي يكون مركز
مش كابتن عصام، كل لجنة التحكيم يعني. بس ليه ما فيش حكم مصري في البطولة؟ ليه ما فيش حكم مصري مثلا بيحكم في نهائي دوري أبطال أفريقيا أو مثلا نص نهائي؟ عشان طبعا النادي الأهلي بيبقى موجود، فأنت على الأقل نص نهائي. ليه ما فيش في كأس الأمم الأفريقية؟ ده السؤال يعني، ده السؤال. ليه التحكيم المصري؟ احنا طبعا بندعم الحكام، ويعني انا واحد من الناس اللي بتحب الحكم محمود البنا جدا كحكم، بستمتع بيه، ولكن احنا بندعم الحكام، ولكن لازم احنا كلنا نقف ونحاول نطور الفتره الجايه، نشوف الاخطاء دي. احنا شفنا المقارنه، لو بص حضرتك الناس مش حاسه بالتحكيم خالص في مباراه مصر، كل مباريات مصر في البطوله بصراحه التحكيم بتبقى واثق ان القرار 100% صح، مفيش حد بيعترض. فكره اللي هي فكره التحكيم اللي في القنوات تحس ان هي قيمتها قلت شويه او مش موجوده، عكس في الدوري المصري هنا بتلاقيها رقم واحد في المشاهدات. صح. ليه؟ يعني عندنا فعلا في القناه هنا بتلاقي الموضوع بعد الاستوديو التحليلي كابتن ناصر قال لا ده الحكم الايراني طبعا اللي هيحكم مباراه مصر وتونس ان شاء الله. هقول لكم اسمه ايه دلوقتي، هقول لكم يعني. تمام. فالحقيقه برضو اعتقد ان الامور يا رب مش عارف في حاجه تانية برضو يعني، خلينا ماشيين يعني عشان التحكيم ده اصله يعني ما هو الواحد لما بيتفرج وبيبص على جمال البطوله تحس ان التحكيم هناك مختلف تماما يا كريم، يعني التحكيم تحس ان انت مستمتع بالتحكيم. الحكم وهو رايح للفار يبص تحس يعني ضربه الجزاء بتاعت زيزو اللي هي اتلغت، الحكم طبعا اسمه علي رضا يعني احنا بنتكلم هو علي رضا افغاني، فهو حكم ايراني سيقود مباراه منتخبنا الوطني امام منتخب تونس. يعني ضربه الجزاء بتاعت زيزو اي لمسه يد على المهاجم داخل منطقه الجزاء تحتسب هاند بول، ده القانون الجديد. فانت بتشوف القانون يعني سرعته وجماله يعني بصراحه. فكره ان الفرقتين في اي مباراه في البطوله محترمين الحكم وطاقم التحكيم، وكمان طاقم التحكيم بينفذ القانون فعلا. نظر على فكرة يعني كل ما هو ده اللي احنا بس هو ليه بالظبط لان هو ليه بيحترمه ليه بقى يا كابتن ايمن؟ ليه بينفذ لا وعشان حاجه ثانيه اتفضل، عشان هو كمان خارج اطار النقد. بمعنى ايه؟ عشان انا بتكلم بكلام واضح، حكم مش عربي، حكم مش من نفس القاره، حكم اجنبي. فلما الواحد طالب برئاسه لجنه حكام اجنبي وتقال اصل مش عارف ايه ولا وترد رد ردود للامانه ليس لها محل من اعراب من كابتن عصام فتاح، اهو ببساطه بص، حتى كابتن عصام فتاح لما طلع استشهد وقال اصل انا بعت اللعبه بتاعت سيراميكا، اللي هو خلي بالك كابتن اسلام قال جمله حلوه قوي، قال ان كابتن عصام بقى له فتره يعني ما بيقولش اي تصريحات، ما عشان هو انهى تصريحاته تصريح كارثي لما قال كره سيراميكا كليوباترا دي الكره اللي قدامنا دي الراجل هو هيقلع التيشيرت ده، والله ما فكره اهلي او زمالك، والله الفكره فكره الصوره اللي قدامنا. ليه فعلا احنا في كاس العرب الدنيا حلوه؟ عشان الناس محترمه الحكام، والحكام فعلا بيطبقوا القانون. ماتش سوريا وتونس، المنتخب التونسي في نهايه الشوط الاول مطرود له لعيب بكوره انا في وجهه نظري لو فينا اهو في مصر مش محمد علي بن رمضان لا مش هتعدي مش سيبك من كده، سيبك من كده. كمان افتكر مباراه مصر والسودان الاحتواء، مفيش احتواء، 3-0 والدنيا تمام، حكم عادل واثنين طرد، اثنين طرد في الدقيقه 60 في الشوط الاول على ما اتذكر يعني الدقيقه 52 طلع الراجل الكارت الاحمر عادي جدا. مين اللي جابه يا كابتن بقى؟ الفار قال له اللعبه ان انت ما شفتهاش في احتماليه ان يكون فيها على فكره. بعيدا عن التريقه بجد والله انا دايما زي ما احمد بيقول كده الواحد بيقعد يفكر هو ليه ما بنشوفش كده في الدوري المصري؟ وليه احنا عندنا على فكره عشان تبقوا حضراتكم عارفين عندنا كابتن عصام والمجموعه اللي معاه كلها ناس على اعلى مستوى وده بنشوفه دايما، لكن هو ليه ما بيحصلش كده في الملعب؟ لماذا لا يتم تطبيق مثل هذه الامور؟ يعني دايما لما حبينا في الاخراج التلفزيوني مثلا عندنا افضل مخرجين، كنا بنقول كده خلال الفترات اللي فاتت، اول ما الدنيا اتظبطت واتعملت حاجات معينه بقى الاخراج بالشكل اللي احنا بنشوفه في الدوري المصري الناس كلها سقفت. صح. ليه؟ معناه ان انت عندك امكانيات كبيره جدا، امكانيات بشريه كبيره جدا في التلفزيون المصري وفي كذا وفي كذا. لكن على الجانب الاخر انا متاكد ان احنا في الحكام تحديدا عندنا، ولكن لماذا لا يتغير الوضع في الحكام؟ الوضع من سيء الى مش هقول أسوأ، ولكن على الاقل ما بيتطورش بشكل واضح للناس. هنا الحكام بصراحه ليها حسابات، يعني مثلا الاهلي والزمالك المباراه 3-0 او 4-0
وبطبق قال لك روح القانون. ايه روح القانون دي؟ لا ايه روح القانون وايه الاحتواء؟ في حاجه اسمها روح القانون، لكن مفيش حاجه اسمها احتواء. مفيش لا احتواء ايه؟ احتواء ان انا هحتوي لعيبه عشان طب ما مباراه مصر والسودان مطرود منهم اثنين ومصر كسبانه ثلاثه ومفيش لا احتواء ولا سمعنا الكلام ده، والحكم بيدي فاولات وبيدي كارتين حمر ولا والكلام ده مش موجود. طب ايه الفرق يا جماعه؟ يعني ايه الفرق؟ فاحنا بنقول الكلام ده برضو. النادي الاهلي متصدر الدوري، النادي الاهلي هو 6 فوز من 6 مباريات، فانت بتناقش مشكله او بتناقش قضيه موجوده في الفتره الحاليه محتاجه تطوير. ليه؟ لان انت ممكن بدل ما تخلص الدوري من بعد الدور الاول مثلا باسبوعين ثلاثه، انت كده بتاجل لي ان انا اخلص احسم الدوري ان شاء الله، يعني تاجله قبلها بخمس اربع اسابيع. طب ليه؟ ليه تعمل منافسه للاخر طالما النادي الاهلي ماشي بشكل كويس وممكن يحسمها من بدري؟ هو ده كريم اللي احنا عايزين دايما نشوفه. اتمنى ان يكون هناك تطوير يا رب. بقالنا فتره اعتقد احنا كان داخلين في 20 يوم او اقل شويه. 20 يوم اقل شويه يمكن كتحكيم. لا يعني بعيدا عن المباريات، لا يعني بطوله كاس العالم اعتقد. واحنا فعلا عايزين نستقي منها بعض الامور اللي تفيدنا تاني والله بجد والله تاني. هو الدوري واقف وما بنلعبش كوره محليه بقالنا فتره. تاني التحكيم محتاج نفس ببساطه نفس اللي حصل في الدوري السعودي ونفس اللي بيحصل في كاس العرب. ندي الاداره لاداره اجنبيه الجميع ينظر لها بنظره كلها شفافيه وبكلها حياد وبكلها يعني ما فيش احتواء. ناس جايه تطبق القانون هنشوف نتيجه مختلفه، لكن احنا بنعمل نفس التصرفات وبنعمل نفس القرارات للدرجه ان رئيس لجنه الحكام بيطلع بنفسه يعقب على الالعاب التحكيميه، وكاننا هنسمع ان مثلا راي الكابتن عصام فتاح هو راي طب الكابتن عصام فتاح نفسه بيختلف رايه بيطلع مخالف لزملائه المعتزلين. يعني بنشوف الكابتن عصام فتاح رايه مختلف مثلا عن الكابتن سمير عثمان مثلا يعني. طب احنا نصدق اني هل وجود الكابتن عصام فتاح كرئيس لجنه الحكام بيديه الاحقيه والافضليه ان رايه يبقى صح؟ لا. طيب الكابتن عصام فتاح عشان لما جه في لحظه كان فعلا فيها ضغط كبير في اللعبه بتاعت سيراميكا قال لك انا سالت حكم اجنبي في الفيفا وما قالناش اسمه. عمل برضه زي الكابتن احمد مجاهد لما قال لك برضه ليس كل ما لا بس ماشي الكابتن احمد مجاهد على الاقل لا على الكابتن احمد مجاهد في الاخر هو انا كأهلاوي يعني. كمصري اهلاوي ما عندي انا مبسوط ان في مصر يوصل نهائي ويلعب والاهلي مبسوط فانا مبسوط. انا بس عايزين نشوف احنا نفسنا ناخد ستيب فورورد يا كابتن. عايزين ناخد خطوه للامام بجد، ما نقعدش نلف نفس الدايره عشان والله افتكر اهو عشان نخرج من دايره التحكيم في مصر لازم نعمل زي ما الدوري السعودي. اهو بقول الدوري السعودي عشان ما حدش يقول لنا اصل اللي انتوا بتطالبوا ايه. لو انتوا طالبتوا برئيس لجنه حكام اجنبي يبقى انتوا ما بتحبوش مصر. طب ما هو مدير فني لمنتخب مصر برتغالي، اشمعنى ليه لعيبه مصر كل امانه اهو عشان نطلع من التوبيك ده، ليه لعيب منتخب مصر قدموا هذا الاداء الحماسي الاكثر من رائع في ماتش الجزائر؟ اداء احنا ما شفناهوش انا الامانه من الناحيه الحماسيه من طبعا من ايام منتخب كابتن حسن شحاته. ليه؟ الامانه كل امانه عشان في جهاز فني بره هم مسلمين له تمام. جهاز الكابتن حسام البدري كان في مشاكل واضحه جدا، فعشان نبقى احنا نقول للساده المشاهدين واحنا حتى المحبين الكوره. وعلى فكره ده برضو يا كريم معلش عشان انا برضو اخد الطرف الثاني، الكابتن عصام واحد من الشخصيات المحترمه جدا مش حاجه والله كيف يعني شخصي احنا بنتكلم في الشغل بالظبط، ولكن هناك بعض الاخطاء يعني ما عنديش مشكله ان الكابتن عصام لا الامور الشخصيه احنا ما عنديش مشكله ان الكابتن عصام على الرغم ان هو رئيس لجنه الحكام ولكن يسافر مع كرئيس بعثه منتخبنا الوطني للشباب. ما عنديش مشكله ان هو يطلع برضو علشان كاس العالم او رغم يعني انه غلط فينا. نعم رغم ان هو غلط فينا يعني في كل انتقاده غلط شخصي. كابتن عصام فتاح في رده على الانتقاد المهني لكل من حقي انا انتقد مهني طبعًا. انا من حقي اقول كابتن عصام فتاح اراءه التحكيميه مش عجباني طبعا. هل انا قلت كابتن عصام فتاح شخصا مش عاجبني؟ لا انا قلت اراء الكابتن عصام فتاح وادارته للجنه الحكام في اتحاد الكوره مش عجباني. ده وجهه نظري. هو ردوده على كل ما انتقدوه كان رد سيء كان رد سيء جدا ورد يمس الامور الشخصيه بالظبط زي ما حصل مع اعتقد مدير الكوره في نادي سيراميكا اللي برضه طالب بنفس الطلب اللي انا طلبته وطلع الكابتن عصام فتاح وغلط فيه شخصا وقال ان هو اعتقد قال اللي بيقولوا كده ما بيفهموش ومش وطنيين وما بيحبوش مصر مش بيتمنوا الخير للبلد. ايه الكلام ده؟ فانا مش معلش خلينا لا ننتقد الكلام الشخصي احنا بننتقد الكابتن عصام بيقوله، ولكن اذا كنت عايز تنتقد ناحيه مهنيه مهني احنا دايما بنتكلم دايما في النواحي المهنيه هنا وده اللي احنا متعودين. هو كابتن عصام
يمكن بعد كده يحس ان هو غلط ويقول ان انا غلطت، لكن في النهايه ما عنديش مشكله ان هو يقول او ما يقولش، او ما عنديش اي مشكله. انا كل مشكلتي الوحيده ان انا اشوف مباراه طرفها الاهلي كمان، عشان ما حدش يقول لي انت بتتكلم على حاجه تانية ولا كذا. انا اتمنى ان انا اشوف مباراه طرفها الاهلي ما بقاش فيها اخطاء. تطلعوا حضراتكم كمحللين في قناه النادي الاهلي، يطلع كابتن ناصر عباس كمحلل في قناه النادي الاهلي يقول لك يا جماعه الحكم النهارده يستاهل 10 من 10، ولا قدر الله الاهلي يكون متعادل او داخل فيه جون او كذا او كذا. تفهم؟ صحيح. نفسي ده يحصل. ده ماتشات كاس، مفيش مره حصلت لغايه دلوقتي. ده ماتشات كاس العرب حضرتك خدت بالك كمان، ماتشات صعبه، ده صعب جدا وفيها حالات تحكيميه صعبه جدا. ماتشات صعبه. نعم، في حضور جماهيري وضغط جماهيري. لا كمان الحالات التحكيميه صعبه. اول حالات طبعا صعبه، بالك يعني الحاله بتاعت اللي زي ايمن اشرف دي وبتاع يعني قطر هي كانت سنتي على وبتاعت قطر. لا بس بتاع قطر ده تكنولوجيا اكتر منها، اللي هي الكره اللي دخلت الساعه اللي هي بتاعت الجزاء اللاين الجون لاين سيستم غلط في الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت. فممكن يعني في نسبه خطا، ولكن عايز اقول لك يا اسلام بعدين برضه الحكام بياخدوا الاختبارات دي بهدوء وبيروح للفار، بتحس ان هو رايح. خلي بالك كمان برضو دي حاجه معرفش برضو، احنا بنتكلم الناس بتروح للفار ما بتاخدش مثلا 10 دقائق او 8 دقائق بالظبط، وتلاقي كده ايه 7 8 ثواني 10 ثواني دقيقه بالكثير ويرجع ياخد تقريبا القرار. الحكم اللي بيبقى في الفار بيجيب له القرار يقول له تعالى هاند بول، يعني مثلا لعبه زيزو قال له لمسه يد على المهاجم، تعالى هي بنالتي بس لمسه يد، لمسه يد تعالى هوريها لك، وري له لمسه اليد حسبها لغى البلانتي على طول. فدي يعني عارف اللي هو بقول يا جماعه الله، هو احنا الفار بتاعنا لا هنا 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 يقول لك انا تلاقي الحكم يقوم جاي واقف ايوه وحاطط كده ايده في وسطه والله العظيم، ويفضل واقف قدام البتاع كده بتاع 10 دقائق. طب ليه؟ ما انا مش فاهم ليه ال 10 دقائق وليه بيقف وليه بيعمل، وكنت طول الوقت لا ممكن يكون على فكره ممكن يكون بيتثبت من الموضوع او ما اعرفش، يعني مش بتريق والله، لكن انا بشوف ان هنا لا بالكتير قوي احسبها شوفوا افتكروا كده تعالى نتفرج على الماتشات اللي فاتت هتلاقي لا ده بالكتير قوي قوي 10 ثواني يعني يا عم دقيقه 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 يا سيدي دقيقه احنا عندنا مفيش حاله طارئه دقيقه لا 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 في لا لا الحكم لا اعتقد في ماتش مصر الاخير كان في كوره خدت دقيقه لكن احنا عندنا انا بشوف اربع وخمس دقائق غريبه جدا ما اعرفش. اتمنى ان الكابتن عصام يستطيع الحقيقه، ويعني ما اتمنى ان برضو الكابتن عصام ما يهددناش بان احنا برضو ايه ان هو عايز يستقيل، يعني ما برضو استقاله الكابتن عصام اتمنى برضو ان هو يكمل وكل حاجه، ولكن نحتاج ان احنا نشوف تطوير للحكام. احنا مش عايزين اي حاجه خالص والله. كابتن عصام راجل جميل جدا كشخص، يعني بعيدا عن رئاسه لجنه الحكام هو راجل في منتهى الاحترام والادب والاخلاق وحاجه كده يعني تحب تقعد وتتكلم معاه، ولكن لما بنيجي ننتقد بنقول انتقاد مهني اكتر منه حاجه شخصيه. منتخب مصر ومنتخب تونس بكره مباراه صعبه جدا طبعا، يعني علي معلول لو لعب لانه بنسبه كبيره جدا تقترب من 90% مش هيبدا المباراه بكره، 90% لو لعب برضو هيلعب على اكرم توفيق. الناحيه الثانيه الجانب الاخر هتلاقي سيف الجزيري معاه بيلعب الونش. على الونش فرجاني ساسي لعب في الزمالك 3-4 سنين ولا سنتين ثلاثه، فبالتالي عارف كل اللاعبين، عارف كل الطرق اللي بيلعب بيها اللاعب المصري وكل حاجه. شايف المباراه ازاي يا احمد؟ لا مباراه صعبه، مباراه بكره مباراه صعبه لسبب كمان ان تونس اول مره تكتمل صفوفها من بدايه البطوله. مظبوط. بمعنى ايه؟ بكره في مدافع يمكن الاعلام عندنا ما اتكلمش عنه، منتصر الطلبي. منتصر الطلبي بيلعب في روبن كازان الروسي، تم استدعائه، هو اصلا كان موجود في القائمه وبكره هينضم، يعني بكره هتلاقيه في التشكيل الاساسي. يعني ده في التشكيل الاساسي منتصر الطلبي المدافع ده هيزود لهم. هم الاول برضه عشان الناس تكون فاهمه كانوا بيلعبوا 3-4-3، عانوا من بعض المشاكل الدفاعيه فبدا منذر الكباير المدرب بتاعهم يحولها ل 4-2-3-1. فبكره اول مره علي معلول بقى جاهز، منتصر الطلبي المساك راجع، مين كمان؟ محمد علي بن رمضان كان مطرود وراجع بكره، كان واخد ايقاف ماتشين وراجع. عندك الشخاوي ياسين الشخاوي المهاجم كان مصاب ورجع. فالاول مره منتخب تونس يكون مكتمل بكره، يعني يكون مكتمل وتقريبا هم حوالي 70% من المنتخب الاساسي بتاعهم. يعني هو الفرق بس الياس سخيري هيرجع، ادي التشكيل، يعني ده التشكيل الاقرب بكره، ده التشكيل المتوقع بتاعهم. في حراسه المرمى طبعا معز حسن، ياسين مرياح ومنتصر الطلبي، محمد امين بن حميده او علي معلول، ممكن علي معلول يكون مفاجاه
بكره ويبدا بيه لان هو الراجل بيحبه يعني. ولكن احنا بنتكلم على ان 80 90% صعب عشان مش جاهز قوي يعني او لسه راجع. بيني وبينك برضه بعيد قوي بقاله شهر. احنا نتمنى ان هو ما يلعبش لسببين، اول سبب ان هو يكون جاهز للاهلي ما يتصابش، الحاجه الثانيه طبعا عشان خطورته يعني. محمد دراجر يعني طبعا ده واحد من الباكات اليمين كويسين جدا. هنا بعل المجبري ده صانع العاب مانشستر يونايتد ارتكاز وصانع العاب يعني، ونعيم السليتي جناح يمين، ويوسف المساكني وسيف الجزيري ده التشكيل الاقرب بكره. ممكن يخش جلان الشعلالي مكان واحد من الارتكاز، ولكن ده بنسبه 99% قد يكون تشكيل منتخب تونس بكره يعني. عايز بس اتكلم على عمرو السوليه. هنا بقى المجبري. ماشي. عايز بس اتكلم على عمرو السوليه. عمرو السوليه لازم اديله حقه بصراحه. عمرو السوليه طيب لما نيجي نتكلم عن المنتخب الوطني، عمرو السوليه الحقيقه بيستحق كل طبعا التحيه في كل شيء. بس اتطور جامد قوي. عمرو السوليه شخصيته تحس ان هو مدير فني في ارض الملعب. يعني مدير فني فعلا في ارض الملعب، قائد. عمرو السوليه كانوا زمان يقولوا عليه اصل هو ما بيظهرش في الماتشات الكبيره. ده بقى كابتن منتخب مصر وبقى في كل الماتشات الكبيره هو اللي شايل الحمل. سجل في 3 نهائيات دوري ابطال افريقيا. يعني سجل في 3 نهائيات. عمرو السوليه اتطور بشكل كبير جدا جدا. عايز اوري حضرتك برضو بعض الصور لعمرو السوليه اللي بتبين دوره. الناس ممكن يعني ليه عمرو السوليه افضل لاعب في البطوله، يستحق يكون ينافس على افضل لاعب في البطوله. عمرو السوليه ممكن بتمريره واحده يضرب خط كامل. بص ادي اول صوره معانا، اول حاله معانا. بس ده ثرو باس، ده كدر. بس خلي بالك ده واضح، ده في اول مباراه بس. انت بتضرب بتكسر 5 لعيبه بتمريره واحده. زي ما بنقول كده بيوزع بنبوني على زمايله عمرو السوليه بالتمريرات دي. طبعا دي كان انفراد بنبوني. عمرو السوليه ادي تمريره ثانيه. على فكره التمريره دي صعبه، دي صعبه، دي صعبه قوي. دي على فكره اللي جه منها ركله الجزاء للماتش في الماتش الاول لمصر قدام لبنان. بقول لك ايه، عارف ان الكرات طالما بتفتكرها وانت كده قاعد وهي بقالها كتير، تعرف ان ماتشات ان الكرات دي بتبقى حلوه قوي. طبعا يعني عارف يا كريم، انا الكره دي انا فاكرها. الكره بتاعه الثرو باس اللي فات انا فاكره. معظم الثرو باسز اللي عملها عمرو السوليه اثناء ال4-5 مباريات اللي اتلعبوا معظمهم تلاقيهم معلقين في دماغك عشان متمتع بيهم. عشان متمتع بيهم. كمل اللي بعدها. دي ضربه الجزاء قدام لبنان، هو اللي جابها، هو اللي لعب الكوره اللي جابها لاحمد فتوح. احمد فتوح عمل واحده لزيزو في الماتش الاخراني ده. دي كانت جميله. دي برضو لمين؟ لعمر كمال. دي لعمر كمال ضربه الجزاء بتاعت عمر كمال في مباراه السودان. ومين اللي لعيبه؟ عمرو السوليه ضرب الفرقه كلها بتمريره طوليه. النهارده تطور رهيب على مستوى التمريرات. كمل، هات الصوره اللي بعدها برضو هتلاقي نفس الفكره. دي ضربه الجزاء قدام الجزائر، مين اللي جايبها؟ عمرو السوليه. اذا عمرو السوليه مساهم في 3 ضربات جزاء لمنتخب مصر. دي بعد كده برضو ده مستوى التسديدات، تطور كمان على مستوى المحاولات. تاني اكتر لاعب في المنتخب عامل محاولات على المرمى عمرو السوليه، بيشوط من اماكن بعيده. يعني نتمنى طبعا ان هو يسجل بكره بالتسديدات بتاعته دي. وعمل واحده جميله برضو لزيزو زي ما حضرتك قلت. لا كانت حلوه قوي بتاعت زيزو، اللي هي اللي عملها بالهيد اخر ثانيه في الشوط الثاني. عملها بالهيد دي برضو. واحد واحد ارقامه برضو يعني. لعب 4 ماتشات، هو تاني اكتر لاعب مشاركه مع بعد محمد الشناوي، اكتر 2 لعبوا. حصل على رجل المباراه مرتين، احرز هدف. ليه دور كبير جدا على مستوى الدفاعي ومستوى الهجومي. على مستوى الهجومي زي ما قلنا عامل 10 محاولات منهم 3 صح، ومعدل قطع الكرات ليه طبعا غير التمريرات الطوليه اللي احنا شفناها، ومعدل قطع الكرات ليه قطع الكره 60 مره في البطوله ومعدل 15 مره في الماتش. فانت بتتكلم بتحكم على لاعب على المستوى الدفاعي هايل، بيديك بيستعيد الكره الثانيه بشكل كويس جدا، بيستخلص الكوره، وبعدين بيلعب 6 وبيلعب 8. لما يعني حمدي فتحي لو بدا بكره هتلاقيه بيلعب 8 عمرو السوليه، لو ما بداش بتلاقيه بيلعب 6، يعني بيلعب الحتتين. عنده شخصيه، بيكمل جوه ال18، بيزيد، بيديك تمريرات طوليه. غير كل ده بقى حط شخصيه القائد في عمرو السوليه. قبل ما نشيل الصوره دي، انت عارف انا اللي عاجبني في كل ده ايه؟ الصوره. ما هي الشخصيه بصراحه. ماتش الجزائر بعد ضربه الجزاء دي، الصوره دي بالنسبه لي بتمثل عمرو السوليه في كل الكلام اللي انت بتقوله بقى. اللي هو الكلام الكبير بقى الحلو ده، اللي هو الدور الدفاعي والهجومي والشخصيه. الصوره دي بتمثل لي انا او بتبين لي دي، تقدر الصوره دي تقدر تعلم بيها اجيال شخصيه الاهلي، شخصيه الاهلي وشخصيه اللاعب جوه النادي الاهلي وجوه منتخب مصر بيعمل ايه. وبالتالي انا بالنسبه لي الصوره دي مهمه جدا. كريم كيروش هيتحاسب على البطوله دي؟
في العقد بتاعه لا. في العقد بتاعه لا. ماشي اللي بعده. يعني هو في العقد بتاعه لا، وكمان كاس الامم كمان هو مش ملتزم بيه، كان هو يكسبها يعني، هو ملتزم بس بالصعود للمونديال. ولكن انا عايزه النقطه دي مهمه قوي يا كابتن اسلام، احنا نوضحها عشان الجهاز الفني ما يحسش ان هو تحت الضغط. انا احساسي برضو ان الجهاز الفني تحت الضغط. في ايه بقى؟ طبعا من حق الجهاز الفني في البطوله دي، احنا طبعا كنا بصراحه كنت اتمنى ان البطوله دي تتلعب بمنتخب الاولمبي متطعمين ببعض اللاعبين والدوري يكمل عشان نعمل زي السعوديه عملت، ولكن خلاص كان في التزام واضح ان هم بيلعبوا ان يلعبوا باللعيبه المحليين بعيد عن المحترفين، وبالتالي هو خد بعض الاسماء اللي هو حب ان هو يديها فرصه الاحتكاك وفرصه ان تكتسب خبرات جديده بعيدا عن الدوري المحلي، ان في لعيبه طبعا ما بتلعبش في افريقيا لان انديتها صعب انها تصعد لدوري الابطال او يصعدوا للكونفدراليه في ظل وجود الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، لحد ما هي الانديه بتمثل مصر في السنوات الاخيره. وبالتالي بعض اللعيبه، شفنا احمد رفعت مقدم بطوله جيده، لاعب مروان داوود مقدم برضه بطوله جيده، في اسماء بدات تطلع، عمر كمال برضه مقدم بطوله جيده، بعض الاسماء حسين فيصل برضه مقدم بطوله مقبوله، يعني حسين فيصل مقدم اداء كويس، لكن امانه برضه امانه في الوقت الحالي ما يسواش خالص 50 مليون اللي انا سمعتهم من نادي سموحه، بصراحه كان رقم خزعبلي شويه. بس اوكي انا متفاهم ده، لكن نقطه مهمه بقى للجهاز الفني ان هو برضه لازم بيدينا الايحاء ان هو بص للبطوله ان هي عاديه، يعني برضو ساعات بحس ان الضغط العصبي اللي على الدكه والفرحه بالاهداف بتبقى يعني اوفر شويه، فبتدي الناس الايحاء ان احنا نحاسبك عليها، فاهمني؟ يعني النهارده وانا بلعب بطوله وبجرب لعيبه خلاص اوكي، نجحوا ما نجحوش ادينا اكتسبنا بعض الخبرات، لكن برضو انا عايز الجهاز الفني يبقى في تعامله مع الاهداف وتعامله مع الفرص وتعامله مع الامور مش زاد على اللزوم، عشان يتساوى مع الكلام اللي احنا سمعناه في الاول في القايمه، ان احنا يا جماعه يعني بنلعب بعض التجارب عشان نزود خبرات بعض اللاعبين اللي ما بيلعبوش هذه النوعيه من المباريات. بس اكيد مليون في الميه الجهاز الفني لن يحاسب على هذه البطوله، سواء كان حتى المنتخب كسبها او ما كسبهاش، لكن ما زلت شايف ان ارقام كيروش مع المنتخب المصري ارقام جيده، بنتكلم على لعب 8 مباريات، كسب 6 اتعادل 2 ما خسرش خالص، احرز 18 هدف، استقبل 5 اهداف، وطلعنا كلين شيت، الشباك نظيفه في 4 مباريات، وكمان فوق يعني بعيدا عن الامور الفنيه يا كابتن اسلام، انا مبسوط من الحاله الفنيه والنفسيه اللي فيها اللاعبين، فعلا شايفين راجل كان ماسك في يوم من الايام ريال مدريد وكان مساعد لالكس فيرجسون في مانشستر يونايتد، فبالتالي في رهبه من الراجل، كمان الراجل واضح جدا هو متمسك بافكاره، يعني ما زلت بختلف معاه تماما في موضوع مروان حمدي، لكن هو راجل مستمر واضح هو مقتنع بالطريقه وبالتكتيك اللي بيلعب بيها. طيب خلينا ناخد كريم وثابت مع الشاطر، علي بوبو بيقول نتمنى الشناوي، عمر كمال، حجازي، الونش، فتوح، اكرم، سوليا، قفشه، رفعت، زيزو، شريف، بس كروش مش هيعمل كده. طيب كروش مش هيعمل كده، ماشي. محمود شكري، هل سيبدا كروش بالتشكيل اللي فنش بيه مباراه الاردن؟ هو اعتقد التشكيل يعني اعتقد عرفناه منذ قليل اعتقد يعني. طيب هنقوله دلوقتي، هنسمع من الناس وبعد كده احنا نقوله. ما تقوموا بقى على السبوره تقولوا. شادي احمد بتقول منورين، جاد الونش، ياسين، فتوح، على اعتبار ان الشناوي مش هيكون مثلا بس اوكي. فيصل، السوليه، اكرم، قفشه، مروان، بدلاء، كذا، طبعا ممكن ما يبداش بالشناوي، حجازي، حمدي، خوفا من فقدانهم في وسط المباراه بسبب الاصابه. انا شخصيا اتمنى كده الحقيقه. محمد فتحي بيقول اللي اتوقعه او اللي اتمناه شناوي، فتوح، حجازي، ونش، اكرم، سولية، حمدي، رفعت، قفشه، مصطفى، فتح، شريف. احمد عبد الرازق، الماجيكو كان هو ليه شكوى، حاضر هشوف لك الشكوى واقول لك عليها، حاضر. الماجيكو بيقول الشناوي، الونش، احمد ياسين، حمدي، فتحي، اكرم توفيق، ابو الفتوح، قفشه، سولية، مروان، شريف، زيزو. دول كتير قوي بس ماشي. ابعتوا لنا كل التشكيل اللي حضراتكم شايفين ان كارلوس كيروش يستطيع ان هو يبدا بيه، او من وجهه نظركم ما هو التشكيل الامثل لمنتخبنا الوطني في مواجهه منتخب تونس في نصف نهائي بطوله كاس العرب. خلينا نطلع
فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الأسئلة، وناخد على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. رجعنا للسبورة بقى، أو اسمها إيه؟ سبورة؟ شاشة. شاشة، ماشي بقى. أنا قديم شوية يعني. أنا قديم. رجعنا للشاشة مرة تانية. نبدأ بمنتخبنا الوطني ولا منتخب تونس؟ نبدأ بمنتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني. نبدأ بمنتخبنا الوطني. طبيعي الناس يعني ليلة الماتش كل الناس بتفكر في توقعات التشكيل. عشان نحسم يعني حتة بنسبة 99%، يعني زملائنا في موقع يلا كورة قدروا إنهم يتحصلوا على التشكيل اللي هيلعب بيه منتخب مصر بكرة، ونقدر نتناقش عليه. هو بنسبة كبيرة هو ده اللي كيروش اختاره لمباراة بكرة. محمد الشناوي في حراسة المرمى عادي جدا. احمد حجازي بيعود لخط دفاع منتخب مصر بعد ما اخذ موافقه طبيه من الجهاز الطبي انه يلعب، وبالتالي الثنائيه بكره احمد حجازي والوينش وهي ثنائيه جيده. ثنائيه جيده جدا. نعم. واحمد فتوح في الباك الشمال، واكرم توفيق بيعود لمركز الباك اليمين. تمام. مره اخرى خط الوسط بيخش ثنائيه النادي الاهلي، وهي عمرو السوليه وحمدي فتحي بيكونوا ثنائي في خط الوسط، وقدامهم محمد مجدي قفشه كصانع لعب. حسين فيصل في وجود مجدي قفشه هيتجه للعب في الجهه اليسرى، وزيزو هيلعب في الجهه اليمنى. ونيجي عند المركز اللي محل طبعا جدل كبير في الايام الاخيره، المهاجم الصريح، وهيظل كيروش مقتنع ومؤمن بانه يبدا بمروان حمدي عن انه يبدا بمحمد شريف ويلعب بنفس الستايل. الفكره طبعا كيروش حر تماما في اختيار اللاعبين واختيار الاسماء اللي تحقق له التارجت. احنا اختلافنا بس في حاجه واحده، ان انت بتلعب بمروان حمدي وبتجبرنا ان احنا نلعب مضطرين على الكرات العرضيه. ليه؟ لان منتخب مصر في الخط الامامي زيزو مش لعيب هيدر، حسين فيصل مش لعيب هيدر، ومجدي قفشه مش لعيب هيدر. فبالتالي احنا واحنا بنهاجم وبالتالي يعني عندنا اتنين وينجات على كل طرف، بنضطر ان احنا نلعب كرات عرضيه كتير. بس المشكله ان لما هتبان لنا واحنا على البورد دلوقتي، لما احمد يرسم تشكيل منتخب تونس، هنلاقي ان مروان حمدي لوحده دايما في منطقه الجزاء. وبالتالي لما تلعب كره عرضيه او تلعب كروس لمهاجم واحد قصاد اتليست ثلاث لاعبين من منتخب تونس، هنتكلم على اتنين مساكين، واكيد واحد من خط الوسط هيرجع ورا في الكرات العرضيه ويغطي، هيديله نفس الشكل اللي احنا شفناه في ماتش الجزائر كابتن اسلام في الشوط الاول. احنا كنا فعلا الشوط الاول قدام الجزائر كان يعني واحد من الشوط الاول قدام الجزائر والشوط الاول قدام الاردن. كنا دول اسوأ شوطين لينا. ما عندناش اي انياب هجوميه. ليه؟ احنا بنلعب تكتيك غلط، تكتيك لا يناسب الخطه اللي احنا بنلعبها. معلش في حاجه برضو انا عايز اقولها، لانه الهدف اللي احرزه مروان نعم من الاوفر بتاع زيزو زيزو نعم ده خيره كلام على كلامك. ليه؟ نعم. لانه هو ايه اللي خلى مروان يروح يجيب الجون؟ اي طلوع حسين فيصل او دخول حسين فيصل، تقريبا كان حسين فيصل كان مهاجم تاني مع السرد باك التاني، وبالتالي او مع الاستوبر التاني، وبالتالي خد عينه فخلى مروان يبقى جاي في الفاضي. وزيزو انا بقول لك واحد من افضل الناس اللي بتعمل اوفرات. صحيح هايل. صحيح بيعملها وهو واقف في ناحيه اليمين. بيعملها وهو واقف ومن تحت رجله وهو بيجري وبيعملها 10 على 10. وبالتالي ده كلام مظبوط 100% بدليل اللي حصل في الهدف بتاع الاردن. ووضعا في الاعتبار كابتن اسلام برضو بكل امانه، يعني نقولها بكل امانه، ان الهدف كان فيه نسبه توفيق كتيره، فيه نسبه توفيق ولكن التحرك، انا بتكلم عن التحرك. مش مختلف والله، بس نسبه التوفيق كانت عاليه جدا عند مروان. الكره لما نزلت فعلا يعني كانت شبه ان هي نزلت على راسه اكتر ما هو راح لها. وبالتالي انا ما اقدرش يعني اقعد 45 دقيقه مستني التوفيق يساندني عشان اتعادل. اللي كان فعلا محمد الشناوي تصدى الكرتين لمنتخب الاردن، انقذوه. لو كانت النتيجه في وجهه نظري راحت ل 2-0 حول نتيجه الماتش بالظبط، كنا هنخش في معضله كبيره. فالتوفيق كان الحمد لله مساندنا. فربما كيروش يكون بيقول اوكي انا ابدا بالمهاجم الاقل شويه، عن طبعا اكيد محمد شريف كمهاجم هياخد درجه اعلى من مروان حمدي، وبالتالي لما مروان يهدي لي دفاع المنافسين
ينزل محمد شريف وهم مهدودين بالظبط فيخلص لي ماتش. اوكي ده وجهه نظر منطقيه في بعض دي الاحيان، دي مدرسه كروش. لكن في بعض الاحيان ممكن ما تمشيش الدنيا معاك لان انت بتلعب ريسك 45 دقيقه الاولى، ما بتلعبش ريسك 45 دقيقه الثانيه، لا انت بتريسك في ال 45 دقيقه. فهو ده بس الاختلاف بس مع كروش، لكن بخلاف كروش عايز اقول لك على حاجه هنا كريم برضو. قبل بس ما تقول على حاجه عايز اقول لك على حاجه عند اصدقائنا في يلا كوره كاتبين كاف يعلن حكام بطوله كاس الامم الافريقيه، حكام مصريين في كاس، خمس حكام مصريين في كاس، عشان كان حد فيكم بيسال ما فين الحكام المصريين، ففي خمس حكام مصريين في كاس الامم الافريقيه. امين عمر، كابتن امين عمر حكم للساحه، كابتن محمود البنا حكم للساحه، كابتن محمود عاشور حكم فار، كابتن محمود ابو رجال حكم فيديو مساعد، كابتن احمد حسام طه حكم مساعد. يعني برضو يعني اثنين حكام ساحه، امين عمر، كابتن امين عمر وكابتن محمود البنا. كويس ان محمود البنا دخل، واحد من افضل الحكام في مصر بصراحه، يستاهل فرصه اكبر. يعني بمناسبه يعني ان احنا كنا بنتكلم عن التحكيم احنا مع التحكيم، ونتمنى ان التحكيم يتطور في الفتره الجايه. انا بس عايز اقول بالنسبه لمنتخب مصر، كابتن ممكن يطلع دلوقتي يقول لك يا جماعه احنا عندنا خمسه، فانا بقول قبل ما ممكن يطلع بكره قفشة، اعتقد ان هو هيبقى ارتكاز ثالث، اعتقد ان حمدي فتحي، لان طريقه لعب كروش 4-3-3، فحمدي فتحي هو 6 وعمرو السوليه دايما بيلعب ناحيه اليمين، وقفشة هو اللي ناحيه الشمال. ممكن برضو فكره ان هو عايز يعمل لان خطوره تونس في الاطراف، فعايز يعمل كثافه عدديه في وسط الملعب، زيزو يامن جبهه يوسف المساكني ومعلول او بن حميده يرجع ورا مع اكرم توفيق، وكذلك برضو حسين فيصل عنده جبهه قويه جدا مع محمد دراجر، صراع بدني رهيب بكره. لو استعرضنا تشكيل تونس المتوقع بكره، طبعا في حراسه المرمى المعز حسن، الاثنين المساكين، خلينا ماشي الاثنين المساكين منتصر، خليك دوائر بقى احسن. الاثنين المساكين منتصر الطلبي وياسين مرياح. طبعا منتصر الطلبي ده راجع بيلعب في روبن كازان الروسي، وياسين مرياح في العين الاماراتي، برضو عشان كل لاعب نكون عارفين النادي بتاعه. محمد دراجر بيلعب في نوتنغهام فورست الانجليزي. الباك ليفت يا اما علي معلول يا اما محمد امين بن حميده، ده بيلعب في الترجي، وعلي معلول طبعا في النادي الاهلي. الاثنين الارتكاز فرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان او جيلان الشعلالي، دول الاثنين الارتكاز بتاع تونس. حنا بعل المشبري لعيب صانع العاب مانشستر يونايتد الانجليزي، طبعا عنده 18 سنه ولعيب واحد من احسن اللعيبه الصاعده في تونس، حنبعل اللي هو صانع الالعاب. نيجي بقى لاغلى لاعب في القيمه التسويقيه، وهو نعيم السليتي بيلعب في الاتفاق السعودي، عنده 29 سنه، قيمته التسويقيه كابتن اسلام 7.5 مليون يورو. اغلى لاعب في الملعب بكره. احنا عندنا اغلى لاعب احمد حجازي 4 مليون يورو، هم عندهم نعيم السليتي لوحده 7.5 مليون يورو. اللي موجودين يعني عشان محدش يشوف محمد صلاح طبعا. يوسف المساكني ناحيه الشمال، يوسف المساكني ده لعيب حريف قوي وخطير جدا، واحد من احرف اللعيبه اللي في افريقيا اصلا، بيلعب في العربي القطري، 31 سنه، وقدام سيف الدين الجزيري، وهيبقى طبعا بديله ياسين الشيخاوي هو المهاجم البديل بتاعه. طريقه تونس 4-2-3-1. اقول لك رقم بس قبل ما تكمل، مانشستر سيتي كسبان ليدز كام؟ 6-7 كويس. كنا كسبين 4 في شوط، فحلو قوي. اتفضل. عاملين سيركل 4-2-3-1. طريقه لعبهم ايه او اسلوب لعبهم ايه؟ هم بيعتمدوا على الجبهات دايما. الاسلوب لعب التوانسه حتى في الترجي التونسي بيعتمد على الجبهات. يعني ايه جبهات؟ بيخلق موقف 2-1، دايما بيبقى فيه موقف محمد دراجر دايما بيتقدم لقدام، بيعمل دايما نعيم السليتي بيخش لجوه، محمد دراجر بيزيد. كذلك هنا هو مستني علي معلول ليه؟ لانه عنده عمليه الزياده مع يوسف المساكني اللي دايما بيخش للعمق، وبرضه بيروح عليهم حنبعل المشبري عشان يعملوا جبهه. دايما تونس بتجمع اللعب في جنب بعدين ينقلوه ناحيه اليمين ويعمل لك العرضيه. تونس عامله 92 عرضيه في البطوله، رقم برضه كبير، وبيأكد ان هم خطورتهم على الاطراف، مهم جدا بكره تقفل الاطراف. فانت هتلعب بثلاثة ارتكاز، اعتقد ان دي ممكن تكون مناسبه ليها، وممكن يكون اختيار زيزو عشان يقفل جبهه اللي هي يوسف المساكني ومحمد علي بن حميده او علي معلول لو بدا. الناحيه الثانيه انا بصراحه شايف اللعيبه المميزه قوي فيها اللي لفت نظري في البطوله، محمد دراجر الباك اليمين بيلعب في نوتنغهام فورست، لعيب قوي جدا بدنيا وسريع وبيكمل، احسن لاعب في ماتش عمان، وشويط بيزيد وبيجيب، يعني لعيب هجومي بحت. الناحيه الثانيه برضو علي معلول لو بدا، انا شايف ان محمد امين بن حميد لعيب كويس، بس طبعا ما يجيش زي معلول، يعني معلول احسن من كتير. اصلا مس يعني اعتقد بيلعب مساك، ممكن يتم توظيفه او ينزل بيلعب كمساك ثالث مع في الترجي. برضو اللعيب نعيم السليتي زي ما الكابتن اسلام قال لعيب حريف جدا ولعيب صراحه وجهه نظري
افضل لاعب في المنتخب التونسي نعيم السليم. نعم انا اتمنى يروح يلعب الناحيه الثانيه على اكرم بصراحه لان هيبقى على احمد فتوح صعب شويه. وحسين فيصل برضه هيرجع يدافع معاه وقفشه، يعني هيبقى دي الجبهه يعني دي. يعني الثلاثه الحقيقه يعني ولا حسين ولا احمد ابو الفتوح ولا قفشه قدرات دفاعيه عاليه. قدرات دفاعيه عاليه يعني وجهه نظري ان هو لو لعب الناحيه الثانيه يعني طبعا هو برضه يوسف المساكني ده برضه لعيب حريف قوي. لا يوسف المساكني لا يوسف طبعا لعيب حريف ولعيب جامد كل حاجه، ولكن نعيم هو المحرك الرئيسي. صح خلي بالك يوسف بيتعب ويعني خبرته واضحه يعني بيعرف يقف امتى وبيعرف يتعب. لكن نعيم حريف قوي. وما ننساش برضو سيف الجزيري هداف البطوله. غير سيف الجزيري يعني طبعا الونش ده اكيد هيبقى فاهمه فهيفضل ماشي كويس. بس الاثنين الاطراف الجناحين خطيرين جدا. بكره بتلاعب فرقه احنا ميزتنا في الدفاع، احنا ميزه مصر الثبات الموجود من ايام الاولمبياد في الدفاع حتى مع كابتن شوقي غريب حجازي والونش والشناوي واكرم واحمد فتوح، يعني الاربعه دول كانوا بيلعبوا دايما حتى في الاولمبياد لعبوا مع بعض فحافظين بعض. وزودت عليهم انت عندك انا شايف ان اقوى خط وسط في البطوله خط وسط مصر حمدي فتحي والسوليه وداخل معاهم قفشه، فانت دي مستك. لكن انت مشكلتك في الحلول الهجوميه عكس تونس. تعال نشوف كريم هجوم تونس. خلينا نبدا بقى بالبيلد اب الاول. خلينا نبدا بالبيلد اب الاول ونشوف واحده من المشاكل اللي عند المنتخب التونسي كابتن اسلام اللي وضحت في دور المجموعات وتداركوها في ماتش عمان. منتخب تونس من بداية البطولة بيحاول يلعب نفس البيلد اب بتاع تيكي تاكا وجوارديولا وبرشلونة، وان انا ابدا برشلونة زمان يعني مش برشلونة دلوقتي ان انا ابدا الكورة. يا اخي ما تقولش كده انا فرحان قوي اصل انا بحب ريال مدريد جدا. ان انا ابدا الكورة من عند حارس المرمى. طبعا كان عندهم ازمة في اول ماتشين ان فاروق مصطفى حارس الترجي اللي احنا عارفينه طبعا كان هو الحارس، وطبعا ارتكب كم هائل من الكوارث في اول مباراتين، وبالتالي بعد الكوارث اللي هو ارتكبها والامانه هو وفرجاني يعني اكتر اثنين تم انتقادهم من الاعلام التونسي في اول ماتشين للمنتخب التونسي كان فاروق مصطفى حارس المرمى وفرجاني ساسي. فرجاني ساسي فعلا سيء لاقصى درجه في البطوله الحاليه. وبالتالي الكره اللي احنا قدامنا دي اللي احنا شايفينها كان فاروق مصطفى فنيا يعني. الكره في نص الملعب دي كان من مباراه تونس وسوريا. فرجاني ساسي هو اللي معاه الكره هنا هوب لاعب منتخب التونسي، وشوف هنا لعيبه سوريا واخده اوردر بالضغط على طول على المنتخب التونسي في نص ملعبه، عاملين ستاره وعارفين المنتخب التونسي مش هيلعب الكره الطوليه، لا هيلعب كره على الارض. وحتى لعيبه تونس يعني بيستقبلوا الكره من داخل منطقه الجزاء وقفلهم بره منطقه الجزاء. واول ما الكره راحت لفرجاني اللي احنا ده فرجاني ساسي، فرجاني اول ما الكوره استلمها هوب على طول تم الضغط. لا نرجع معلش الصوره الاولى خالص اللي كانت قبل دي عشان ايوه بالظبط فرجاني هنا دي ده فرجاني ساسي. نجيب الصوره تاني لا التاني هو فين عندها بالظبط تم الضغط عليه وتم استخلاص منه الكوره، وعلى طول اول ما الكوره اتاخدت لاعب سوريا شاط وجاب الهدف. نروح ل واحده من المشاكل الاخرى عند المنتخب التونسي ونمشي بالظبط نفس الفكره. لعيبه المنتخب التونسي هنا نبص على سوء التمركز قدام منطقه المرمى، رغم ان كان طبعا في اللعبه دي المنتخب التونسي كان بيلعب ب 10 لاعبين بسبب الطرد اللي حصل في نهايه الشوط الاول. ولكن في وجهه نظري الشخصيه الطرد ملوش علاقه خالص بسوء التمركز، لان احنا بنشوف هنا في مساحه فاضيه خالص قدام منطقه الجزاء، وفي صوره ثانيه ممكن نجيبها قبل الصوره دي في لعبه الهدف الثاني للمنتخب السوري. الصوره الثانيه كانت بتوضح ان المنتخب السوري بيفضي تماما المساحه لمنطقه الجزاء، ولاعيبه تونس بكل سذاجه بداوا يضغطوا على حامل الكوره ويبعدوا تماما عن فكره حمايه اللاعب اللي جاي من نص الملعب. برضو دي نفس الكوره برضو هجمه شبيهه ليها. تخيل كابتن اسلام الدفاع التونسي وخط الوسط اتضرب بكره واحده تمريره واحده من هنا اهو وصلت اللاعب ده للمنطقه دي داخل منطقه الجزاء بتمريره واحده، اتضربوا خطين اتضربوا بتمريره واحده بس من المنتخب السوري اللي فعلا قدم واحده من احسن المباريات له في البطوله. هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل اخير، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم اكتر عن او تفصيليا اكتر عن منتخب مصر ومنتخب تونس. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اتفضل يا كريم نكمل كلامنا تفصيليا اكتر عن منتخبنا الوطني ومنتخب تونس. كنت بتكلم عن نقاط الضعف في المنتخب التونسي، والصوره اللي قدامنا دي هي دي اللي كنت بتكلم عليها قبل الفاصل، ازاي سوء التمركز قدام
منطقه جزاء تونس. هنا تونس بتلعب في الشوط الثاني مطلوب منها لعيب، وصحيح بيلعبوا ب 10 ولكن في سوء تمركز. يعني هنا باع المجبري في الكوره دي تخطيطه سيئه جدا، هو المفروض كبلاي ميكر كان لازم يروح للاعب الفاضي ده، كان لازم ما يروحش يضغط على اللاعب اللي قدام فيه، يعني زحمه جدا جدا هنا اهو، ساب خالص اللاعب الخالي من الرقابه ده، وبالتالي في الصوره اللي بعديها خد الكوره وشاطها وجاب الهدف الثاني في فاروق مصطفى اللي انا قلت كان برده واحد من مشاكل المنتخب التونسي في اول مباراتين قبل ما يتم تبديله بالمعز حسن الحارس مرمى النادي الافريقي. هنهي كلامي وهنهي تحليلي بنقطتين مهمين لازم نعرفهم، ان المنتخب التونسي تحت الضغط الاعلامي والجماهير في تونس. منزل الكبير مدير الفني بيتم يعني انتقاده في كل شيء، ان هناك الاعلام مش عاجبه الشكل المنتخب معاه كمان حسام البدري بتاعهم يعني حاجه زي كده بالظبط. الحاجه الثانيه ان حالة بقى على المجبري اللي احنا بنتكلم عليه كتير، الولد الصغير اللي عنده 18 سنه اللي هو اللي احنا هنعمل عليه سبوت لايت دلوقتي، ده ولد صغير في السن 18 سنه بيلعب في نادي مانشستر يونايتد بي، وكان سولشاير خده في احد المباريات اداله 10 دقائق كده قدام برايتون بالظبط، هو ده هنلاقي شعره كثيف بكره ان شاء الله، ده رقم 10 في الفريق، واخد التيشيرت رقم 10 من الكبار كلهم. وبالتالي بعض او الكثير من الجماهير التونسيه شايفه ان في اثنين لعيبه من الكبار وهما بالتحديد فرجاني ساسي ويوسف المساكني ما بيساعدوش الولد في الملعب وبيتعمدوا عدم تمريره. فالمنتخب التونسي في مشاكل كتيره، في مشاكل نفسيه ومعنويه سواء ما بين اللاعبين او حتى عند الجهاز الفني، وعدم تقبل اسلوب لعب الفريق. وبالفعل حتى الهزيمه من سوريا كانت يعني ضخمه للمنتخب السوري، طبعا منتخب مجتهد وكل شيء، ولكن كامكانيات استحاله يتم مقارنته بالمنتخب التونسي. قبل ما يتم بقى ان الفريق يقف على رجله بعد الضغط اللي تعرض له قدام الامارات، يكسب الامارات 1-0 وبعد كده يكسب عمان بصعوبه 2-1، المنتخب العماني قدم مباراه جيده. فاتمنى ان شاء الله ان احنا بكره نحاول برضو نستغل الامور النفسيه السيئه والسلبيه عن المنتخب التونسي، ونحاول على قد ما نقدر بقى عشان احمد ما يشرح نلعب بنفس اسلوب المنتخب السوري، ما نلعبش على الاطراف كتير، ما نلعبش كرات عرضيه كتير. لو لعبنا عرضيات على تونس هنسهل لهم الامر، لا تونس محتاجه ان احنا نلعبها على الارض ونضغط عليها بهاي لاين من نص ملعب. يلا اتفضل. هنتكلم اول حاجه على تونس مقسمينها الحالات الهجوميه والحالات الدفاعيه. تعال نشوف تونس بتهاجم ازاي وتجميع اللعب بتاعهم. هم زي ما احنا شايفين عاملين المثلث دايما، حنباع المجبري رايح معاهم كصانع العاب مع يوسف المساكني مع محمد علي بن حميد، ادي ثلاثه. الهجمه بدات منين؟ ده الهدف اللي جابوه في اخر ماتش من الشمال، اتجمعت وراحت فين؟ ناحيه اليمين. دايما عندهم نعيم السليتي، ومين اللي بيجري في ظهره؟ محمد دراجر. دايما الباك بيعمل الاوفرلاب، فالنهارده ابو الفتوح لو موجود لازم يخلي باله ان لازم الجناح يرجع معاه، ولازم قفشه يرجع معاه، لان دايما موقف 2-1. دي خطوره تونس، الاطراف مهمه جدا. يعني نعيم السليتي اهو بيجمع اللعب، لعبها الناحيه الثانيه لحنباع، حنباع لعبها ليه محمد علي بن حميده. بص بقى هم يعني خطرتهم في العرضيات والطرفين، بص 1-2-3-4-5، شوف الزياده العدديه داخل منطقه الجزاء. محمد علي بن حميده بيعمل الكروس، في خمسه جوه منطقه الجزاء، فهم خطورتهم في الاطراف والعرضيات متدربين صح. انا هجمع اللعب في جنب، هنقله على الجبهه الثانيه، هعمل العرضيات، بيجي زياده اللي هم الارتكاز، يعني فرجاني ساسي موجود، سيف الجزيري موجود، نعيم السليتي موجود، المساكني موجود، حتى دراجر الباك رايت موجود جوه المنطقه. دراجر ده ميزته ان هو بيكمل لجوه، وطبعا سيف الدين الجزيري بيسجل بالهيد بتاعه. فده دي خطوره تونس، ده اسلوب تنظيم الهجمه عندهم، تجميع اللعب في جنب، ده اسلوب لعب حتى الترجي. كانوا بيجمعوا اللعب في جنب ينقلوه الناحيه الثانيه، يعملوا عرضيات كثافه عدديه جوه منطقه الجزاء من خلال عمليه الزياده. اذا لازم نمنع الخطر من اوله، نمنع العرضيه من بدايتها. عشان كده عوده علي معلول بكره لو رجع هتفرق معاهم كتير. علي معلول مع يوسف المساكني في جنب هتبقى جبهه قويه جدا علينا، لكن اكرم توفيق ان شاء الله قدها. يعني اهم حاجه يكونوا الاثنين براحه على بعض، سواء معلول او اكرم، عندنا عندنا سوبر وعندنا كاس عالم. نخش بقى على الحالات الدفاعيه. انا شايف ان مشكله تونس ان هي ما فيهاش ارتكاز دفاعي. فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، جيلال الشعلالي، ما فيش لعيب. بص ادي 1-2-3-4-5-6-7، شوف منطقه الزون 14 اللي بنسميها اللي هي المساحه اللي ورا الارتكاز، بص ما فيش حد بيضغط. شوف عددهم قد ايه. بكره سلاح التسديد من بره المنطقه في الزون 14 محمد مجدي قفشه لازم يستغلها. عشان كده قلت لك يا كريم، انا شايف ان قفشه دوره مهم جدا بكره، لازم نستغل قفشه في الضغط على وسط الملعب ويستغل مساحه الزون 14. ادي ساسي اهو، تم الضغط عليه
وبعد ما اتضغط عليه الشاطت في المساحه اللي هي ورا ثنائي الارتكاز اللي بنسميها منطقه الزون 14 اللي هي ورا ثنائي الارتكاز، نفس مشكله ساسي لما كان في الزمالك. فدي مشكله تونس اللي هي المساحه دي اللي هي دي اللي هي التسديد من بره منطقه الجزاء. تونس دخل فيها 3 اهداف من بره المنطقه تسديدات، هدفين ادي هدف هدفين في مباراه سوريا زي ما احنا شايفينها، وهدف في المباراه الاخيره. بس الاخيره كان فاول، الهدف الاولاني، الهدف اللي في المباراه الاولانيه اللي دخل فيه موريتانيا. ودي ده سوري ادي الهدفين من سوريا منين؟ من تسديده من بره المنطقه. فدي واضحه يعني تسديده دي المنطقه، دي اهم نقاط القوه والضعف في المنتخب التونسي اللي هي الزون 14. مهم جدا ان انت بكره تشوط من بره المنطقه. عمرو السوليه لازم يجرب يسدد، لازم حسين فيصل يجرب، لازم قفشه تحديدا بكره هو الدور لازم يكون له دور كاف. انت يا كروش بتلعب 4-3-3 ولكن لازم والكره معانا، لازم قفشه يزيد كصانع العاب في الحته دي بالذات، لازم التسديد من الحته دي مهمه جدا، دي اكبر نقطه ضعف لتونس. برضو عندهم بلال العيفه اللي هو المساك اللي بيلعب اللي هو في المدافع الافريقي، مدافع بطيء، عشان كده بكره منتصر الطلبي قد هو اللي يبدا. انا برشح ان منتصر الطلبي هيبدا جنب ياسين مرياح عشان يدوا نوع من العمق والمشاكل الدفاعيه تدارى شويه عندهم. عندهم مشكله في حراسه المرمى واضحه، فروبن مصطفى والمعز حسن في التسديدات. المعز احسن شويه، بس الاثنين عندهم نفس المشكله، دخل برضو فيهم اهداف من تسديدات. بس الهدف بتاع الهدف اللي في الماتش الاخير كان بس كانت صعبه، لا صعبة. ماشي، بس من تسديده برضو، يعني من تسديده من خارج المنطقه. اذا دخل فيهم 3 اهداف من تسديده من نفس الحته اللي هي الزون 14 دي. فاحنا لو جبنا لو الصوره معانا اللي هي التسديده اللي من بره المنطقه برضو نفس الكلام، يعني نفس الفكره برضو، تسديده من بره المنطقه. اذا لازم تسدد، لازم برضو تستغل المساحه الموجوده ورا محمد علي بن حميده اللي هو الباك ليفت. لو بدا هو ممكن معلول برضو. ممكن اصل ممكن المباراه بكره تمتد لاشواط اضافيه، صحيح، فممكن يكون المدرب ده يخزن اوراق. يعني انا شايف ان ممكن كروش مخزن محمد شريف، مخزن مصطفى فتحي، مدرب تونس مخزن ياسين الشخاوي، مخزن علي معلول قد يخزنه، يخزن برضو، يعني عنده اوراق رابحه كتير، صحيح. فهنا في اوراق وهنا في اوراق، فالمباراه بكره قد تمتد لل 120 دقيقه. عشان كده كل مدرب هيحسبها ان انا هحط مين اوراق بديله على الدكه، اقدر اغير ايه، اقدر انظم المباراه ازاي. لكن انا شايف سلاح الفوز بكره ان انت تستغل منطقه الزون 14 عندهم من خلال التسديدات عمرو السوليه وقفشه، تضغط على ساسي ومحمد علي بن رمضان او جولان الشعلالي، ما تديهمش الفرصه ان هم يحضروا، تمنع العرضيات بتاعه تونس لان خطورتهم في الاطراف والاوفرلاب والزياده، موقف 2-1 اللي بيعملوه على الاطراف ده مهم جدا ان انت تمنعه. عموما كل التوفيق والامنيات طيبه لمنتخبنا الوطني بكره. نتيجه متوقع؟ توقع النتيجه كده ان شاء الله 1-0. 1-0 يا ريت احمد. يعني ممكن 2-1 لمصر برضه. 2-1 و1-0 او ركلات ترجيح بقى، او ركلات ترجيح او 1-1. بس احنا توقعنا ماتش الاهلي وسموها صح، احنا قلنا فوز الاهلي والاهلي كسب يا راجل. عموما اتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. انا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معانا النهارده. شكرا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره مباراه منتخبنا الوطني مع المنتخب التونسي هتكون في تمام الساعه 5 ان شاء الله، اكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 10 عشان نقول لحضراتكم ان شاء الله نكون مبسوطين وفرحانين بوصول منتخبنا الوطني الى نهائي بطوله كاس العرب. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله اشوفكم بكره على خير.